فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا أحزر المشهور. في هاي الحلقة الضيوف اللي معاي كلكم طلبتوهم من أول حلقة في الموسم الثاني على إنستغرام، على اليوتيوب، في كل مكان. اللي معاي غيث وسارة. هلا والله نورت الاستوديو. برو اول فيديو عملناه بالاستوديو هاد كان هون، وقت انا وانت جبنا العيد بتذكر اول حلقه صورتها يوم نقلنا اول حلقه صورتها ويا اسامه كانت في بيته، تتذكر؟ كنت ويانا وكل شيء، لكن طلعنا من بيت اسامه جينا صورناها في الاستوديو اللي في ياس، انا ويا غيث كنا فاهمين اللعبه غلط. الكومنت اليوم انا حجيب العيد واحلى شيء كابو. انت شوف اذا هي جابت العيد هي الاختيار الصح. إيه. هي الاختيار الصح بالضبط. يعني انا لازم اجيب العيد. لازم اجيب العيد. اليوم في هاي الموسم قوانيننا راح تكون شويه مختلفه. اوكي، عندنا 3 جولات. ما راح نشوف من اللي راح يفوز في 3 جولات. كل جوله تفوزون فيها لكم 2000 درهم. اوكي، كل جوله افوز فيها 1000 درهم، وال1000 درهم راح يروح حق الجمهور فجيف اواي. في النهايه الجمهور بيحصل شيء في الحلقه. اوكي واو. اوكي، وانتم تحصلون شيء. جمهور هخسر حالي مشانكم. مش غصب حالي. مش غصب عشان تخسروا. ايوه. اذا ربحتوا 3 جولات ضدي لكم هديه ثانيه. ما راح اقول لك شنو الهديه، بس الهديه راح تروح حقك. الله، لا لا، اوه معناته عادي اذا ما ربحت 3 جولات. لك ايه، بس يعني ما راح يطلع لي شيء. شوف يعني ما راح احط هالافورت، فهمتي؟ ما راح احط افورت عشان انا اذبح وتشوف الابتسامه وش. اه خلينا نبدا الحلقه. الجوله الاولى احنا راح نختار، لان الجولات الثانيه مو احنا اللي راح نختار، من اللي راح نختاره. اه اوكي، راح يكون كيف راح تشوف في الجولة الثانية شلون عشوائي، عندنا أرقام وهاي كل شيء راح تشوفه بعد شوي، بس في هالجولة فأنت اختاروا الشخص اللي تبونه في هاي الجولة، لأن هاي الجولة على معلوماتكم، فاختاروا الشخص أنتم تعرفون معلومات، تتوقعون أنا ما أعرف يمكن أضيع في المعلومات، فاختاروا اللي تشوفونه مناسب حقكم. أوكي، شو رأيك؟ أنت اختار. أنت اختار بما إنه هي مرة واحدة هنختار. أشري بس. ما بعرف. أنت صعب. بيكون شيء يضحك لو اخترنا نفس الشخص الحين. اوكي. اخترتوا؟ خلاص؟ اكيد؟ يس. اكيد؟ اوكي. لان انتم الضيوف معانا. ابدأوا الجولة، اسألوني أول سؤال من عندكم. أوكي، نحن نسأل. تقدرون تشاورون، تقدرون تسألوني دايركتلي، أنا أربي. تحب تسألي أنت أول شيء؟ بيسك. أوكي، سألي. شاب ولا بنت؟ شاب. شاب، أنا تنزل بنات. لا. بلا. صح. أنا اللي بعرف. هاي كان أول سؤال غير جنب معي في العيد. هو شاب. أنا عارف. أسامة شو؟ والله ما أدري. يا تتوقع أسامة راح يكون ثاني واحد يخطف فينا؟ آه طبعًا ما بعرف. طبعًا ما بعرف. طبعًا ما بعرف يعني. إن شاء الله. إن شاء الله خلصنا بقى. أنت تعرف في حلقة بحط بس البنات. إيه. بلعب معاه. البنت اللي تبقى بس بنحط السينجلز، البنت اللي تبقى هو لازم يخطب. والله بتسهلوا علي الوضع. مو احضر المشهور، تصير احضر الخطاب. يلا نختار وياك. اوكي، سؤالي راح يكون، انت سالته هل هو بنت او شاب. اوكي، هل هاي الشخص يحط ميك اب؟ لا. لا ما يحط ميك اب؟ اوكي، تحط ميك اب، 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 ميك اب، ميك اب. لا انت تحط. جبت العيد، جبت العيد طبعا. يعني ما انت عملت قبل شوي كمان، مدري حسيت نزلت حد. نزلت يا حصى؟ لا 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 لا، انا نزلت. انا مركز. انا منزل احد بالغلط. والله نزلت احد. شوف شكله هو نفس اللي اخترته. نزلته الحين. انتوا تعرفون، انا ما اعرف صراحه. شكل نزلت الشخص الغلط. هل ثواني.
أنا قاعد أحاول أوكي، هل الشخص لابس نظارات؟ لا لا والله أسئلة غيث بدأت تتطور من كمان. عندك مجال، هل هذا المشهور حضر خطبتكم؟ يس حضر خطبتكم. من ما حضر خطبتكم؟ 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 ما حدا حضر الخطبة؟ شو هذا؟ يعني ما عزمناه؟ ليش ما عزمتوا؟ على سالفة الصراحة عطينا هاي مشان بالعرس نعزمه. اتهلبس ترسلين لهم بيز نشيت بوكس؟ يس إذا وصلكم البوكس من عندنا معناتها هاي تبعزم على العرس. متى العرس؟ إن شاء الله قريباً جداً. قريباً جداً جداً جداً؟ إن شاء الله. مخططين؟ شفت عم نخطط، عم نخطط لسه ما في شيء. مساعدة وخليكم في محل أبيض ممكن صح نعمله أبيض وخلاص هيك وخلاص. إني بيحطونا شو بيحطونا بيحطونا بجزيرة. أعطيهم فكرة لي. أي والله أنا أعطيكم حل. مو في ناس زعلوا لأن ما عزبتهم على الخطبة من اليوتيوبرز والمشاهير. أنا نسوي فيرتشوال عرس، تكون أول مشاهير يسوون فيرتشوال عرس. عندنا العرس الطبيعي وعندنا عرس يحضرونه في الميتافيرس. الله لا بعزمهم أحسن. بعزمهم أحسن. لا شوف ويا انستغرام نضبط الوضع. كل واحد يضبط هاي من الاو سامح. هلا والله لسه عم نحكي عنك. والله كده تولت كلها عليك. حذير الموضوع. تعال 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 تعال. شو الموضوع؟ بس هذا مو لابس شيء. التيشيرت بس بعد. هاي برا. اهلا سهلا تشرفنا. وسيم احنا بنلعب حلقة جديدة بس انا وياك. اوكي. زين بنخلي بس بنات السنجل. اوكي. واللي تبقى فيهم هي اللي بتخطبها. اها اوكي. حيرطب بناء على لعبة يس. يس. تخيل على هي بالحظ. هي بالحظ. حط لي ميجا فوكس وهذول السنجلز. في 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 والله بيقبل ليكس. ليكس مين الفايز؟ والله احب نعرف من الفايز يعني. بس هلا في سؤال ناري عن سارة. والله مو كثير ناري لحظة. لا لازم تفكر. انت حمستينا على الموضوع؟ لا كلهم لا تسأل. لا تسألون على الصور، سألوني عن معلومات. إيه أحسن. يعني مثلاً شو كونكشن؟ وين عايشين؟ شنو يحبون يأكلون؟ عارف؟ ما بصير. هل هالشخص من بلاد الشام؟ يس كلهم. اوكي هل هذا الشخص عايش في الامارات؟ يس. اوكي سؤالي شكلكم انت راح تلزم في الجولة. هل هالشخص في بصورته لون بينك؟ اسامة انا عندي عم الوان من جد. هل الشخص اللي اختاره في اللون هذا؟ انا عندي كمان احول هذا ليكون مش بينك بالاخير. في لون بينك؟ لا ما في لون بينك. اوكي رجعته مال زين نزله بس. اوكي نزل صورته، نزل السبيس. اوكي ضل عندنا واحد خلصنا. ضل انزل انا بسال. بقى واحد. نازلين كلهم. كلهم نزلوا؟ من اللي في بينك؟ كان عندكم بس زياد. اوكي. زياد. اللي اخترته زياد؟ اللي اخترنا نحن؟ زياد بس احنا خلصنا. لا دوري لكن احنا. لا اسامه يا حرام يصب علينا. لا يا تسال يا تحذر. يا تسال يا تحذر. اي بس احنا بقي نزلت الكل ما بقى غير واحد. لا احذر. لا ما نزل. انت سال سالت ونزلت. انا دوري لكن ضل باقي واحد اكيد يعني حصل عنه. لازم تحذر. انا شو مشكل يا لا لو سال نزل الكل وضل واحد.
يا لازم كيف بدي اعزم ضل واحد؟ هلا هي قوانين يا القانون اما تسال او تحكي هلا بيتغير القوانين لا ما بصير والله ما بصير انا اعتبره تعادل ما عليك انت مين اخترت؟ انت انا صح؟ ايوه بس والله غش والله غش وين الحكم؟ وين التحكيم؟ وين الفار؟ اين الحكم؟ ها؟ الوحيد اللي ملابس لون انا ما اعرفه كيف؟ كيف؟ وانس انا ما سالت عن اللون انا سالت كيف الصوره زهري؟ ما عندي انس اللي بقى كلهم اللي لابسين ابيض أنس الباك جراوند أنس نازل من زمان لأنه مو عايش في الإمارات كيف عرف إنه بدي أشوف عنده بدي أشوف شوف إيش اللي بقى ترى مو أنا وفي أسامة في زهري كيف عرفت قل لي كيف عرفت إنه زياد مش برهوم والله عم بغش أوكي أوكي ما قاعد حط وايرلس بدينته هذا أكيد عم بغش شو هذا من جوا أوكي ما عليه ما عليه 1000 درهم أنا فايز زين ساعة 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 1000 درهم حق الجمهور؟ لا 2000 درهم، أنا بعطي 1000 حق الجمهور و1000 إلي. لا بخش. زين هاي اللي بسوي بعطيكم 1000 وبعطي 1000 للجمهور. بس تبعوا، هاي ثاني مرة بتخسر بالبرنامجكس. برنامجكس؟ يا رب تسلم علي. أوكي. أوكي في الجولة الثانية علشان ما يصير غش، أوكي؟ عندنا هني أرقام. أوكي؟ هذه الصورة هي 1 وهاي الصورة هي 24. 1 2 3 4 5 6 نزل 7 يعني من هون 1 يس احنا من هون اول واحد عندك هاي 1 من اليمين من اليمين اوكي اوكي ننزل هني هاي 7 اوكي نزل 1 2 3 4 5 6 اوكي اوكي وهاي 7 نزل اوكي لا هون تمام فانتوا الضيوف فاختاروا الرقم صار الرقم اللي تختارونه هو الشخص أوكي. لا ما في داعي 1 2 3 4 5 اوكي نون اوكي اخترتوا؟ يس اما كم واحد؟ 24 اوكي 24 خلاص اخترت ممنوع تشوف كون حاط بصماتي هلا بيعطيه بشيك البصمات زين اقدر اعرف الرقم 24 23 22 اللي اخترته 22 ايه خلاص انا فزت اللعبه انت اللي اخترته 4 سي 5 هل هالشخص يس في بلبسه اسود لا لا لمنين؟ اوكي اوكي ما في بلبسه اسود لا اوكي اوكي هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوه عايش في دبي؟ يس عايش في دبي كلهم عايشين في دبي لا والله عندنا ناس مش عايشين في دبي عايش في دبي؟ انت ما عايش في دبي، انت مش عايش في دبي، انت مش عايش في دبي. في حد ها؟ لا بنفس الله. شاك ان اوكي. كل اثنين يصيرون يا بعض يسمونهم اسم، شنو اسمكم؟ ويا بعض. اسامة شو اسمنا انا وغيث؟ طلعنا هالاسم من سنتين. من سنتين؟ من قبل من قبل من قبل ما اتعرف عليه. ايه. كنا متعارفين يعني قصدي ما كان كان قلبه ما كان فيه هو 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 دور على الجيتارة اللي في حياته بتكون موجودة جيتارة بس طلع فيك جيتارة يوم آخر فيديو قبل ما نبدأ أصلاً نصور احذر كان اسمه من راح يتزوج من الشباب وكلنا قلنا أنت قبل سنة ما كان في غيره أصلاً أنا وأسامة باقيين لا أنا وياك مرهوم انت مفقود الامل انت بعد 200 سنه ان شاء الله حتضل مثل ما انت هيك حرام في الكومنت اكتبوا لي من خطف كل حلقه اكتبوا لي من نجيب ضيف وياه هالحلقه من نخطف بهالحلقه طيب في بصوره لون بينك انت سالتوني هسه هذا نسال ما في كيف لا فيك تسالي لا قلت عايش في الامارات قلت عايش في الامارات
لا يقدرون يسألوني إذا سؤال مشابه. يلا سؤال قوي. أنت تسألون عن الصورة؟ أوكي. أنا رايح على أسئلة فيها عيد بالنسبة لي. هل هالشخص من سوريا؟ في له علاقة بسوريا؟ إنه يس؟ كلنا هوا. نزلني ونزل اثنين بس. لا صح. أوكي. لو كانت العكس كنا مش الحال. هل هذا الشخص خاطب أو متزوج؟ لا. لا. مو خاطب ولا متزوج. أوكي. أنتوا متزوجين؟ أنتوا خاطبين؟ أنتوا لا والله الباقي أوكي. مو خاطب ولا متزوج. ولا خاطب ولا متزوج. ثواني. أوكي. مخاطب. أبدي تكتك. سو. غير مرة. شاب مخاطب ولا متزوج صح؟ شو هو؟ أنا ضعت. سواني 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 سواني. فين أنزل؟ تقدر تنزل على كيفك. أوكي. بس كيف حللت؟ سواني سواني سواني. أنا حاب إن حلل. سواني. أوكي أوكي سواني. طيب صح سواني. أوكي. بقى عنده خلصة. ثواني ثواني شبك ثواني خليني تكتك ثواني. اوكي. اوكي. انت كم سؤال سألتني؟ سؤالين. سؤالين؟ بس. نحن هلا الثالث. يس. اوكي. لا شكله بخلصون الحلقة من وقت داخلين داخلين نار. أنا مصدوم. اوكي قاعد يصدمني غير في هالحلقة هاي بعد الخطوبة صار انسان ثاني والله. صارتك يعني او يجيب العيد يعني خلينا نشوف اوكي لاني ما فهمت التكتيك انا حاليا ضعت انت هو نزل على سؤالي بس يمكن هو فهمها غلط كيف عرفت ثواني ثواني خلينا هلا نتكتك اول لا تقعد تحلله خلينا نتكتك خلينا نتكتك لان عم تخربوا لي افكاري خليني انتكتك فكري معي هون بدل ما تفكري باللي صار ما انا لا افهم معك طيب انت ازاي اسالني سؤال انا مستحيل احضر 2 3 4 5 في 6 صار انتكتك نفسي يا غش شفتي قلت لك ما تحكي انا شفتيت استني اوكي اسم صح هل هو امكي؟ هل الاسم بالانجليزي في حرف الاي؟ يس يس وترتي ستوب تفضل واحد نزل الله اكبر ما هي لو لعبت بالعكس هو سؤال يعني يا بتزبط يا ما بتزبط لو كان جواب بالعكس كان مش الحال فاللي عندكم ما في حرف الاي اوكي شوك هل اللي حصل قلقتي هل بس خلص الجولة بليكون أنا كيف معلقة أوكي هل المشهورة والمشهور عندهم قناة اسمها سوبر توينز يس سوبر سيسترز أعرف من بس طب كيف خليت كل هذول هم اثنتين طب كيف عندك ثلاثة؟ قاعد العب اوكي هاي نازلة اوكي اوكي لازم تحذري
لا انت ما انت احذري. لا انت احذري لازم. اه انا ليش انا لازم؟ انا ما عم بفهم انت فهمان انت كثير. لا قصدي انه مشان تشاركي يعني. شلون وصلت هاي؟ انا فاجأت نفسي صراحه شلون وصلت لها، لان انا اللي اخترتها الحين غلط. لا لا مبينه صح. لا اخذتها مو هي مبينه صح. دي تجربة؟ استني وشو؟ ما تبون تسألوا؟ I'm just gonna say this, okay؟ ما تبون تسألوا سؤال؟ لا 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 أكيد؟ لا آه. أوكي هل الشخص أسامة؟ لا لا أوكي هم 100% غلط مدام وصلوا لأسامة غلط. أوكي هل الشخص اللي اخترتوه هو لانا؟ صح. اوه كان عندي امل يقول لينا. مين الشخص اللي انت اخترته؟ بيسان. اوف اي دسد يا حسيت. انت تعرف شنو عرفت؟ ضل عندي من حرف الايه. من حرف الايه. ايه اي نو. بس انا هون فت بالحيط. نو ما هو ما فينا نشرح هلا لان حنخسر. ليش؟ بشرح لك بعد ما نخلص لان حنخسر. لان انت بس سالتي سؤالين اوكي هو فهم ام هو فاز انت بشرح لك انا بس خلص طول سالتي سؤالين ام في ليه عم بقول لك ما فيني اشرح لك هلا شرحت لك هلا حيفوز انا حيفوز بشو التكتيك اصلا ايه خلاص واحد اوكي هلا هو تعادل واحد بس ما عليه عادي حنفوز رح نفوز صار 2000 حق الجمهور كله عليكم تسوون انك تتركون لنا تعليق تحت تقولوا لي من اذا قصدك تقولوا لي من بيتكم يكون الضيف الجاي اللي معنا في الحلقه حتى تروحوا معنا انا اكره الخساره تكره الخساره ساره ما تخسرين اوكي بالخساره في ساره الخساره اهو حلوه تعرف هاي يحطون بوستر تعرف هاي اللي يحطونه في المكاتب ساره اوكي في الجوله الثالثه الموضوع راح يكون بعد شويه نعقده شوي اوكي عندنا من 1 ل 24 اوكي انا بختار رقم انت تختارونه زين انت هاي الشخص اللي راح تختاره وانت بعد تقول لي من 1 ل 24 هو الشخص اللي انا راح اختاره فقول لي من 1 ل 24 رقم اي رقم ودك اني اختار اختار انت 12 اوكي 7 8 9 10 11 12 لا كيف 7 6 7 8 9 10 او سوري والله صارها صح انا حسيتها غلط اوكي ياس هلا بتشوف او صح عرفت من ما عرفت والله اوكي مين يسأل اول انا بختار لكم اخترنا انا حاسه حالي ضايعه وما لي داعي راح اختار كل حلقه اختار خلنا نختار رقم 8 اوكي بعد انت ويسألك اوكي هل هم شخصين عندهم قناة واحدة على اليوتيوب؟ اوكي شفت شلون؟ خلاص بنعيد الجولة ما في ما بصير ما بصير والله ما بصير صح أسامة؟ مش أنا اللي اخترت الرقم أنا اللي اخترت انا ادري انه بيعرفها من البدايه لا رويته لا انا رويته من ما ورجيتني انا عم بحفظ التكتيك لما انت تسكر من الجولات اللي قبل ها صح ولا اسامه غشاش لا انا ما بعرف مين استني هلا بقول لك هيك انا خلص شو بدك انت انا حروح لا انه كملوا اللعب اوه زين في 4 انت شو بدك انا بدي اذكر على كيف سني في شغله كمان it's here somewhere wait i know what you're looking for ايوه احس اني جبت العيد ضيعنا ال ها ايوه اوكي والله احزر لك الحين من في one more وينها I can't find it.
معقول هي مش هون اصلا؟ لا 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 شي واز جبنا امه للعيد. وين هون؟ اه وين؟ يمكن مختارينها. لا لا لا. اوكي. اوكي. هل المشهور او اوكي تفضل. لانه في تفضل اخوي الغالي. هل المشهور او المشهوره عندهم شلون اسال سؤال؟ استانس استانس. اوكي. هل المشهور او المشهوره عندهم اخوان في السوشيال ميديا؟ يس يس. مشهورين في السوشيال ميديا، اخوان مشهورين. اخوان ولا لا؟ اخوان مشهورين في السوشيال ميديا. يعني ما عم تحدد انت كم شو اسمه؟ ممكن واحدة ممكن ثلاثة، مشان ما تقول لي بعدين قلت لي اثنين واحدة. في مشهورين صح؟ يس. اوكي. انت ليش نزلت؟ ميبي. اوكي. والله بعدين انت شو؟ والله؟ يمكن. I'm not sure. والله ماني متأكد. بس حاس. انا حاس ما بعرف. اوكي. كلهم عندهم اخوان. كلهم عندهم اخوان. وكلهم مشاهير يعني. كلهم مشاهير. حتى لو ابن بول عنده مثلا. انت ما حددت كم مشهور صح؟ حددت اوكي. يعني لو يعني يعتبر فوق ال 100,000 مشهور صح؟ مشهور فوق ال 100,000. اوكي. اخترت نفسك؟ اوكي يلا. اوكي حقول الشخص دغري. اوكي. هل بدك نقول الشخص ولا نعطيك سسبنس؟ اسالوا اسئله عندي مليون واحد يعني. بدك يعني نعطيك مجال انه اعطي مجال خلينا نشوف مجال خلينا نشوف انا اوكي حرام. هل في لون شعره برتقالي؟ هل في لون شعره وردي؟ هل هاي كلها اسئله الالوان هاي؟ لا لا. تحسنا عرفوا؟ اوكي. اه والله ما سالي اللي بدك اياه اللي بيريحك. انا عادي انا ورا ورا الكاميرا قالوا اني عرفت. هل هذا الشخص رابط شعره؟ يس. ها؟ شلون رابط؟ تايد هير تايد. ما في داعي تجاوب خلاص نعرف. لا مش رابط شعره؟ مو رابط شعره؟ لا تاكد منيح. مو رابط شعره. اسامة قوم شوف. مو رابط شعره. مو مربوط. مو مربوط؟ لا مو مربوط. مربوط. مو مربوط. مو مربوط. شو يعني مربوط عندكم؟ طيب لا. انا سالت رابط شعره قال لي مو مربوط. طيب فنزلت اللي مربوط. اه اوكي اوكي كمل. اوكي. اه لا مش هنا. لا خليهم. هل الشخص اللي اخترتوه عنده فوق ال 5 مليون؟ عنده فوق ال 5 مليون. اوكي. شو السؤال اللي سألتني أول واحد؟ تفضل يلا. نزل واحد فا؟ لا مستحيل. إيش في كلهم عندهم فوق الخمسة مليون؟ إلا أنا يعني من فترة صرت. أنت عندك خمسة مليون هاي مشكلة. كلهم عندهم. يلا سؤال.
5 مليون على اليوتيوب عندهم اكيد. انت سالت هل هو عندهم 5 مليون؟ 5 مليون وين؟ ما حددت 5 مليون. كم اللي عنده 5 مليون؟ نعطيه مجال انه يحدد شباب. يعني هل عندهم 5 مليون؟ قلت له هل وصل رجال لي 5 مليون في اليوتيوب؟ يا اسمه اليوتيوبر هذاك في الموسم الاول كنا محددين. اوكي طيب. كفو عليك صح. انت فزتوا يعني. على دورنا اسالوا اسالوا سؤال. انا قاعد اسال اسئله تنزل واحد واحد. طب بدك يعني نحزر ولا نعطيك مجال ممكن انت تفوز؟ مستحيل افوز حتى لو سالتكم. نمشي لك اياها تفوز. لو سالتوني سؤال ينزل شخص 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 فيهم بعد بتفوزون. مستحيل احزر. هل هذا الشخص مبين اسنانه بالصوره؟ لا كفو صح. اوكي هل المشهور او المشهوره اللي اخترتوها هي نور ستارز؟ لا نب. اوكي يا ولا مش هي. زين انت فزتوا انت فزتوا. هل اللي اخترتوه هو برهوم؟ لا برهوم ما عنده 5 مليون. نارين. نارين والله بينهم ثنتينهم. طيب انت والله انت معل. كيف جابها؟ كيف جابها؟ كيف جابها؟ والله كنت ماسك الطاوله وزادت عليه. هو كان بين الاثنين. هو كان بين الاثنين. بس صراحه هاي الجولة انت كنت حافظ على الاماكن لان قبل. لا والله ما كنت حافظ. ليش؟ لان قبل انا رويتك مين؟ مين؟ انت مين اخترت؟ انا رويتك اللي قبلها. لا انا طيب انا تذكرت مكانهم. انا تذكرت مكان لانا ولي كانوا واقفين. فلما انت اخترت 12 طلع نفس المكان انا تذكرتها. فهمتي؟ بس مش مشكلتي. هاي سارة ما انتبهت. ممكن انا انتبهت صح. انا ما انتبهت. انا مو هون اصلا. انا صار لسه عم تفكر بالجولة اللي قبلها. انا مش كنا عم نحكي. شو عم اقول لك انا ليه نزلت هذوليك الباقيين؟ كيف؟ لان هو عم بيسال سؤال واللي اختاره لسه لسه ما نزلها. فيعني نفس الاسئله اللي عم تصير عنده انا عم نزلهم. اوكي. واو. انت اكتشفت. هو واقف هيك بعدين صار ينزل. انا صراحه اقول لك اسامه اخطب. تعرف ليش لازم تخطب؟ ذكاء زاد بعد الخطوبه صراحه. والله حاسس حالي اليوم مع سارة زف ذكي. غير صار يعرف انا ما بعرف شو صار. امتص كل ذكائي وترك لي غبائي. لا بالعكس والله فنانه انت. انت تعرف انه فوق كنت اقول لك هالحلقه خلنا نصور ويا ساره ما اصور وياك. قبل ما ننهي الحلقه في شيء داخل ممكن تعطيني اياه؟ بعدين على فكره لو ما ساره اختارت رقم 12 بالصدفه انا ما كنت احزرت. فنحن نكمل بعض يعني طنجره ولا اضغطاها؟ طنجره. مين الطنجره ومين الغطا؟ انا الغطا لانه انا بكمله. قول لا ثواني شو هذا؟ جاب لك ارنب. لا شوفي اول شيء مبروك على الخطبه. الله هاي هديه الخطبه مو هديه الزواج. اوكي حلو. وحاب اقول لك نورت الاستوديو. اوكي الناس كلهم كانوا يقولون لانه يبونكم تكونوا معنا في البرنامج. فقلت ما تطلعون من البرنامج حتى لو فزتوا. انا توقعت انه ما تفوزون صراحه. صراحه اخذت هديه يعني صراحه بلعب بدمي انا روحي. ريلاكس بس لنشيط الجيم الماضي تتذكر نشيط؟ انا افوز يطلع هو فايز. بس لا كفو كفو. واو تبين تفتحين؟ شنو داخل؟ ثانك يو سو ماتش. اوه لا واو والله فنان نشيط كثير حلوة. الهدية لسارة. الله شو كيف شفت؟ كيف شفت؟ الله حلو لسه في البوكس مثل ما شفت شو اسمه. اوه جاب لك كمان هارد. كل الحلقات هون اللي وده ياخذ هاي الحلقة. الله تخيل اخر شيء يطلع مش تايت. اوه عندي منه. شنو تتوقع؟ شنو تتوقع؟ فكرت كعب حلق. الله كثير حلو. اوه تيم غيث واسامه وليد ساره لازم كلنا نلبسهم نطلع. انا عندي واحد علي ميكي
بس مو سايزي. اوه واو كثير حلو. نفس سايز. يس يس يس. شو السايز؟ 36. حاب اقول لك انه هو غششني يعني. ايه والله والله رشيد بتعرف من امتى؟ والله رشيد من زمان، من تقريبا شي شهرين. من قبل ما تروحون اصلا. من قبل يمكن ما نخطب. والله سو كيوت والله. انا عم صدق. انا عم صدق. لا والله نخطب ومخطط. والله؟ والله. انا كنت باخذ الشوز بس ما اعرف حقك من قبل ما اعرفك ايش في. احنا لعبنا تتذكر يوم كنا بالصحراء لعبنا لعبه هاي يوم كانت ويانا كان معنا انس واصاله قلنا من اول واحد راح يتزوج قلنا انت انا سالتك كم تتوقع سايزه كم نمره اصبع اجرها مبروك ثانك يو سو ماتش وما شاء الله يعني في ناس تحسهم ركبين على بعض طنجره وغطاء فهمت قصدي بس ما لعب جمع بس ما احسن لا انا كنت هاي الليجو ليجو يعني ليجو لانه جعنا ليجو هاي كانت حلقتنا لا تنسوا تشتركوا في القناه معلومات جاست فزتلكم فزتلكم انا فزت شو شو سؤال غير فزت كم نوصل الحلقه عشان اخذ انتقامي يعني منك حط رقم ما بيوصلونا علشان مليون 100,000 لايك انا بدي اكسر راسه مرتين لرشيد 100,000 لايك قوية هو هو اللي عمل هاللعبة وانا حضرت افوز وانا كل يوم بالليل حقعد العبها بجيب لك واحدة تعرفي انت توقعتي يا حيف العرس اني بجيب لك شيء تفتحين لوي بيتون لا يا هاي علميها تعرف شو حتعملها فيني لأنه حكاها قلت تذكري بالحلقة أنا ما أكذب أنا أعطيك إياها قبل 35 سنة لعبنا لعبة هذه كانت حلقة أجيكم إن شاء الله بيوم الثاني قنواتكم كل حساباتكم موجودة في صندوق الوصف love you see you